يا كنيسة قومي بالمعصبي نواري وقولي يا المسيح عارسنا جاي ياخدنا إليه يا جاي نجدو نجدي قوموا يا نايلو بالرجاء واستقبلوا حبه واشواء شدوا الحقوي دار الحافي لحافظين المنتظرين. سمعني؟ يا بابا والله سمعك، امبارح عصبت اليوم عم تبسطني يا بابا. سمعني سمعني سمعني. بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. مع هذا الوجه البشوش الجميل، مع هذه الطله الحلوه، بنستقبل خبر حلو. بيفشلوا في حربنا، بيفشلوا في ايقاف القناه. هللويا، مجدا لك يا رب، مجدا لك يا رب. المخرج بيبلغني انهم فشلوا والقناه مستمره، ومجد الله عليك سوف يرى كما وعدنا الكتاب، كما وعدنا الكتاب. نحن نبشر باسمك يا رب، لا تتركنا يا رب. يا رب لا حول ولا قوه لنا لكن انت. بروحي قال رب الجنود، بروحي قال رب الجنود. يا رب الجنود تعال الينا، وقف معانا واسندنا ونور قناتنا، وانشر كلمتك من خلالنا يا رب، ومن خلال كل الخدمات الرائعه اللي بيقدموها الخدام الامناء اللي بيحبوك من كل قلوبهم. اشكرك يا رب على هذه الخدمه. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. وقبل ما اقدم لكم الدكتور خليل وقصته ومأساته، هو فرحان اهو، شكله حلو جميل، وانا حطيت لكم صوره الصيدليه، لان لما عملنا حلقه عن الملازم اول، الملازم اول نسيت اسمها، وشككوا فينا لدرجه شككوا فينا. ما اعرفش الناس غريبه قوي. اقول له ملازم اول، يقول لك ملازم اول منين؟ وناس بقى سوريين داخلين، لا 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 بيضحكوا عليكم، خدوا بالكم. الله يا عم، بيضحكوا عليكم، انت مالك، انت مالك بينا، بيضحكوا عليكم. استنى اوريكم الصوره بتاعتها وهي في البتاع ده، وهي في الجيش. ها خلاص احطها مره تانية، بس انا ضغطت اهي. لا اهي الصوره، اهي اهي بتاع الملازم اول، لانه هجموني بتضحك عليكم. ولا احنا ما عندناش بنات بتروح الجيش. يا اولاد الايه، يا ولاد ايه، على الشيطان بيستخدم الناس بشكل. وفيهم بعض الخدام يقول لك انتوا بتضحكوا علينا، بتكذبوا علينا. لا، الملازم اول، انا نسيت الاسم معلش. طيب، وبرضو الدكتور خليل، عشان ما اطلعش حد يقول لي هو لا لا كان دكتور الصيدلية، هو في الصيدليه بتاعته اهو، منور اهو، اه لابس البتاع الابيض اهو بتاع الصيدل اهو، اسمها صيدليه ديما. ديما، انا احب اسم ديما ده قوي، لان كان ليا صديق سوري بنته كان اسمها ديما، كان معايا في اليمن لما كنت استاذ في جامعه صنعاء. ده الكلام ده قبل الميلاد 1983 84، انا راجل عجوز. فكان عنده بنت اسمها ديما، وكان يكلمني عن بنته، كان يحبها قوي. كان اسمه الدكتور عماد الدين حاتم، من ادباء سوريا الكبار. المهم، ده الدكتور خليل، ودي القصه.
تعالوا في الأول أصلي لأجله وأصلي لأجلكم مرة تانية. اسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يا رب بين إيديك ابنك خليل جاي يشهد لك، رفض يحط كمامة على وشه، بيقول مش خايف يقتلوني أنا فدا المسيح. يا رب أنت اديته هذه النعمة، اديته هذه البركة، اديته يشهد ليك، احميه صونه سدد احتياجاته، اشفيه يا رب، اشفيه من الأوجاع والآلام اللي أحدثته به دواعش والإسلام. اشفيه يا رب، اشفيه، تقدر يا رب تعمل معجزة معاه، تقدر يا رب، تقدر، المسه لمسة شافية، وجميع الذين لمسوك نالوا الشفاء. لمسة منتظرينها منك يا بابا يسوع، أرجوك لا تتركه. بارك في الخادمة وبارك في أسرتها وبارك في خدمة بيروب حاجة زكية وحسنية المفترية وجنات، بارك في الجميع الذين يعملون معنا لأجل، لأن الكرم يريد عمالا والكرم يحتاج، لأن الحصاد كثير والفعل قليلون. أشكرك لك المجد الدائم الآن وإلى الأبد وإلى ظهر الظهور آمين. أهلا بك دكتور خليل. أهلا بك أبونا. علي صوتك ولعلع معايا واحكي لي ألماتك وافتح قلبك ليا، وزي ما أنا زعلتك عايزك النهاردة تزعلني. اتفضل. أنا خليل إبراهيم خضر من سوريا شرقي الفرات. كان لدي زوجة وصبيان، صبي وبنت، فالرب اختارهم شهداء. الصبي من سنة وسبع شهور مفقود ولا أعرف عنه شيء. يا رب يسوع. أنا خريج جامعة دمشق صيدلة، وكنت أشتغل في سوريا وأموري ماشية وترابي، لاني مع دا ولا مع دا، وأموري ماشية. طلعت عشام لأجيب دواء، فصار معي مشكلة البولمن اللي كنا طالعين فيه، أو الحافلة اللي كنا طالعين فيها كانت من باعة، بيعتها داعش لجبهة النصرة، جبهة النصرة بيعنا نحن والركاب اللي موجودين في البولمن والإسلاح. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ونحن ما إن شيء يغافل إلك الرب. فأثناء ما كانوا عم يفتشوا لقوا سلاح بالبولمن وبلشوا خبيط فينا، فقعدوني على جنب وبلشوا يخبطوا فينا كرامة إنه أنت بتعرف ليش سايق، أنا ما بعرف ليش سايق. ففجأة أجى لعندي حدا من العسكر و بلش يخبط فيني بأخمس البارودة، كسر لي المفصل الشمال. توقفت عندهم فترة ما يقارب السنة ونص وطلعت. اتوقفت يعني محبوس؟ محبوس يعني اعتقلت. 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 طب ايه جريمتك يا دكتور خليل؟ انا جريمتي لاني طالع في بولمن ومش عرفاني شو فيه للبولمن. مش مسؤوليتك، مسؤولية السواق. مسؤولية السواق، بس السواق باعنا، باع البول من كلياته لعالم ثاني. ما بعرف لأي فصيل من داعش، أو بيدعون بالإسلام، بيدعون بال، ما بعرف أي دين بيدعوا. أنت كنت في الزور، دير الزور؟ دير الزور. نعم. كان. وطلعت إلى دمشق. كنت في دير الزور ورايح دمشق تجيب أدوية. أجيب أدوية للصيدلية بتاعتك. حدث معي هذا الشيء. بعد ما طلعت عملت عملية تبديل مفصل، تبديل مفصل بدلته ومش الحال على حساب الخاص. كان ربنا ساترها معي وأموري منيحة. فحملت حالي وطلعت على لبنان.
قفلت الصيدلية؟ قفلتها حرقوها. ما تقول لي حرقوها، انا اقول لك قفلتها تقول لي قول لي حرقوها، احكي لي، ما انت احكي لي التفاصيل دي حرقوها مهمة. للصيدلية. حرقوها ليه؟ بدك تتعامل معهم او تيجي على الدين تبعهم اللي هن بدهم اياه، عايزينك تنضم للدواعش للدواعش او لغيره. بسيط. وانت رفضت. انا رفضت لانه هذا الشيء انت كنت غلط. مسلم معتدل، كنت مسلم ازاي يعني؟ كنت مسلم معتدل؟ كنت مسلم معتدل، ابن بيئة ريفية، بنعرف الله بنعرف الرسول وبنعرف يعني وأمورنا كانت ماشي حالها، بس ما عرفانين شو نحن عم نساوي. عندنا فرض صلاة، الخمس صلوات، الزكاة، المال، هاي حياتنا كانت. والنساء تزوجوا ثلاثة ورباعة وما ملكت أيمانكم. هاي وابوك عمل كده؟ انت ما عملتش كده بس ابوك عمل كده. أبوي عمل كده. تحية لابوك، تحية لابوك. أمية ما بتعرف، تعرف تصلي ولا تعرف أي شيء غيره. زينا في مصر ريف زينا في مصر ما يعني يعرف حاجة. ما تساوي شيء. هذا الله بيحرقك، الله بيعذبك، الله بيحطك بالنار، وكأنه ربك حامل صلاية وعم بيصليك. متفرغ لضربك وبهدلتك. أبدا. أي شيء بتغلط فيه دغري بتتحاسب عليه، الأم بتحاسب عليه، بس لأن هي ما عرفانة شو، ما عندها اطلاع في شيء. انتقلوا إلى رحمة ربهم. ازاي؟ احكي لي بقى، ما انت برضو ما عرفتش. انت سبت سوريا، تركت سوريا الى لبنان لما حياتك بقت تحت الارض. خالص. حرقوا الصيدلية. طب حرقوا ازاي الصيدلية. ازاي قتلوا امرأة؟ الضيعة محاصرة، ما كان حدا يفوت عليها. اجت لامي لاجرها شظايا وهيك، هي مع السكر، واجوا عملوا لها بتر اجر. نحن بالطب، بعادة الطب اجمالا، لما كان النظام ماشي بسوريا وكذا، بده حدا 6 شهور علاج ليصير في بتر ساق او اجر او اي شيء. فهنا حاصرين من داعش، اخذوها على المستشفى الميداني تبعهم وعملوا لها بتر لاجره مباشره. صار عندها وضع عكسي فتوفت، ما تحملت هالشيء. هذا عمرها 51 سنه. يا رب يسوع. بنتي وزوجتي بعد فتره قصيره يعني مش كثير يعني، اجى ضرب صواريخ فراغيه من شيء مصدر مجهول، اجى شظايا عليهم وتوفوا. الشظايا اللي اجت قد حبة العدس، من نخاع الشوكة دخلت على القلب مباشرة. يا ساتر يا رب. ده كانوا في البيت؟ كانوا في البيت كانوا عندك؟ في البيت. وانت كنت في الشغل؟ انا كنت في الشغل. رجعت البيت لقيتهم ميتين؟ لقيتهم ميتين. يا ربي. فهذا اللي صار معي وخلاني اطلع على لبنان وكمل حياتي، افتح حياة جديدة بلبنان. طب لما لقيتهم ميتين ما عرفتش ايه اللي حصل؟ ما سألتش؟ ما كله واضح يا دكتور مبين. انت كطبيب فاهم، بس يعني مجهولة المصدر. ما عرفتش ابدا، ما حدا عرف اي شيء من المصدر تبعهم. يا طيب يا ابني.
تعبت نفسيتي كثير، طلعت على لبنان. امتى جيت لبنان؟ امتى جيت لبنان يا دكتور خليل؟ صار لي 4 سنوات تقريبا. بس 4 سنوات؟ اربع سنوات كنت عم بشتغل في صيدلية واموري ماشية هون بلبنان في منطقة المخيم، اموري ماشية ونشكر الرب. كنت ساكن انت في المخيمات؟ كنت ساكن في المخيمات؟ نعم، بقعد بالبيت، بس خلص دوام بقعد بالبيت. فبس سكر الابواب بقعد انا هيك بيني وبين حالي، طب انا اللي كنت اعبده ربي او الله اللي كنت اعبده مين هو؟ طب ما اعطاني حقي، طب شو بيشتغل، طب ما عم يعني ما عم يحمي لي عائلتي، ما حماليش ابني اللي انفقد، طب على اي اساس انا؟ طب ابنك اتخطف ازاي برضه؟ ما تحكي لنا ابنك اتخطف ازاي؟ بسوريا ما بعرف، انه من سنه وسبع شهور عم بقول انه طلع مع الكراد، فصائل الكراد على قنديلي واختفى ولا عرفت عنه اي شيء. ربنا يرجعه لك يا ولدي، ربنا يرجعه لك يا رب، ربنا يرجعه لك يا ابني. أفكر أنا حالي وعم بسأل الله مين هو الله اللي كنت بعبده، هذا الله ما عم يعني ما عم يعني يحميني أو يسر لي أمري أو يعني بشافيني. فرحت قدمت على المفوضية وراء من شيء تقريبا شهرين، فمن 5 أيام تقريبا أو 6 أيام طلعت على المفوضية قالوا لي عندك مراجعة. رحت أخذت رقم وقعدت على جنب، فتحت الإنجيل وعم بقرأ. أنت كنت لسه مسلم؟ كنت مسلم. طب إيه اللي خلاك تفتح الإنجيل وأنت ليه ما فتحتش القرآن؟ صار لي سنة ونص عم بطلع وعم بقرأ وعم ببحث. بدأت خلاص تبعد عن الإسلام؟ أبعد عن الإسلام، لأن الإسلام هو اللي خرب بلدك سوريا. الطرف اللي بدهن إياه هن والوضع اللي هن بدهن إياه وبيحللوا وبيحرموا على كيفهم، وأنت لا يغافل إلك الرب. فرجعت أنا من سنة ونص رسمت صورة ستنا مريم العذراء. يا أنت عملت حبيبي يا صليب ده ايه واضح يا حبيبي. أنا بحكي بيني وبين حالي بالبيت عم أقول يسوع عيسى المسيح وهيك قصص، فبصير عندي رؤيات. لا هو مش عيسى، ده عيسى في الإسلام هو المسيح، هو الله، هو الله المتجسد. يعني بصحح لك بس المعلومة، أنت لسه جديد. مش تهبطك يا حبيبي، اتفضل معك احكي. قاعد عم بقرا بالانجيل حد المفوضيه وتعبان كثير. انت ما قلتليش ايه التعب اللي عندك، بس عشان الساده المشاهدين يعرفوا. مفصل اجري، العمود الفقري طلع فيه لوقه، والمفصل ضرب الركبه. ده من ايه؟ ده نتيجة ايه؟ تعذيبك وضربك ولا نتيجة الضربة اللي اخذتها من الحواجز الجيش بسوريا؟ ضربوك بالدبشة بتاعت المفصل. طقوا لي المفصل، ركبت مفصل جديد ورجعت. ما اشتغلش كثير.
انت الخادمه بتقول لي ماشيه على عكازات. خادمه ماشيه على عكازات. يا رب يسوع. انت سنك كام يا دكتور خليل؟ عمرك؟ عمري مواليد 80، 42 سنة تقريبا. يا ابني انت في عز شبابك عشان يتعمل فيك ده كله. المهم انت قاعد قدام المفوضية بتقرا الانجيل وبتقول يا رب. بقول يا رب مسطح هيك وموجوع. فجأة 15 ثانية ويمكن اقل من 15 ثانية لمح البصر عم اجى شيء وجه نور. ما بتتصوروا. ما بتتصور ولا بني ادم يتصوره. وجه نور لمحه 15 ثانيه. مجد ليك يا رب. طلع هيك قال لي يا خليل قوم حتعمل عمليه حيمشي حالك. اجراءات الرب. صرت هيك انا ابكي وجسمي كله خشب وعم بصيرني برديه وعم بقول انا طب شو صار فيني؟ طب هاي العالم حيطلعوا علي حيقولوا هذا صار له شيء هذا الزلمه. وبرجع بضحك برجع بضحك. بعد ما في اقل من 5 ثواني كانه حدا شال عن صدري اطنان من الهموم او من المشاكل. مجدا لك يا يسوع. مجدا شيء صخره وزاح عن صدرك. مجدا لك يا يسوع. الله. حالي واجيت على البيت بعد ما عملت المقابله الساعة 1 الظهر أكلت نمت مرتاح حطيت راسي ونمت. لثاني يوم الساعة 2 الظهر يا ربي. فعم أقول لك أنه في شيء. هذا الشيء اللي ريحني كأنه يعني إذا بتكون السماء صافية هيك وتشوف يعني ما فيش ضباب ولا اي شيء بتشوف العصافير فيها هيك دغري باخر السماء. عرفت كيف؟ هذا الشيء مرتاح. صار لي اليوم 5 ايام او 4 ايام بنبسط بقعد باكل مرتاح. الوجع ما عندي. مجدا لك يا رب. مجدا لك يا رب. الله عليك. مرتاح. الخادمة بتساعدك لأن أنت ما بتقدرش تتحرك بسهولة، فأحسن الناس تفتكر إن الخادمة بتمليك عشان في عشان في ناس بتظن. في ناس عندها ظنون. الراجل قدامك أهو دكتور صيدلي. صورناه لكم في عياد في الصيدلية بتاعته صيدلية ديمة وبيشرح لكم بيقول لكم امه نعم. اتقتلت ايه مراته وابنه اتقتلوا وابنه اتخطف. دي مأساته. ضربوه على المفاصل عجزوه ماشي بالعكازات. دي حكايته اهو قدامكم. عم تعطيني خادمة عم تعطيني الاوراق اللي حدي هون. ايه الاوراق دي؟ شهاده تخريج صيدله من جنب دمشق. لا مصدقينك يا ولدي. ما انت باين الصيدليه بتاعتك وباين يعني كنت ابن عز. مصدقه من الخارجيه. ايه هي دي؟ مش ايه هي دي الشهاده بتاعتك؟ مصدقه من الخارجيه. وضع عليك. بيشككوا فينا يا ابني يا صوم. هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ بيشككوا فينا. انت بس قول لي بعد ما قدمت في المفوضيه ايه اللي حصل لك؟ يعني بعد انت الوقت عايش افراح مع المسيح فرق. شفته؟ مبسوط ولا عاطي فرحتي لحدا في العالم. أمين كله. امين يا رب. امين يا رب. لكن ورقك واقامتك شغاله؟ الاقامه لا. قبل ورقك في المفوضيه ولا لسه؟ قبل وضعي وحيحكوا معي هن. قالوا لي حنرجع نحكيك حنعطيك طبابة
بس طبابة، لأنه في العملية فيها ملتزمات طبية ما بيغطوها، هن بيغطوا بس استشفاء، بيغطوا 50% من الاستشفاء بس مفوضية. ان شاء الله هنتعاون سوا، ما تخافش ما تخافش. انت جيت لنا واحنا بنفتح قلبنا ليك، وكل اللي نقدر عليه هنعمله، والناس الطيبين اللي بيسمعونا وبيقفوا جنبنا في الخدمه دي اهم شايفين. يعني اقفوا معانا، اقفوا معانا. الناس دي بتاعت الناس دي ربنا اختارهم، ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا ويكون لكم ثمر ويدوم ثمركم. الراجل ده ربنا جابه من الاسلام بمعجزه، ربنا اختاره. انت لسه ما رحتش كنيسه ولا حاجه يا دكتور خليل؟ رحت تقريبا مشي 10 ايام على الكنيسه الانجيليه في ما تقولش الاسم ما تكلمش عن حد، ما تكلمش عشان الامان بتاعهم لازم نحافظ عليهم. طيب لكن انت اللي حصل لك ده حصل لك من 5 ايام بس لما شفت يسوع. من 5 ايام صار لي. وانت قررت انك انت بقى تتعمد وخلاص وتسلم حياتك للرب، انت لسه ما سلمتش. هتعمد وسلم حياتي للرب. طب ما تصلي معانا على الهوا، ايه رايك؟ صلي معانا على الهوا، قول ورايا يا رب يسوع المسيح. يا رب يسوع المسيح، انا بسلم لك حياتي، انا بسلم لك حياتي، وانا اؤمن بيك، وانا اؤمن بيك انك الاله المخلص، انك الاله المخلص. ارجوك يا رب تعالى واقبلني، ارجوك يا رب تعالى واقبلني، وخليني اعيش معاك على طول يا رب. خليني أعيش معك على طول يا رب. اقبلني لأنك أنت اللي دورت علي. أنا اللي دورت عليه. أنت اللي دورت علي يا يسوع. أنت اللي دورت علي يا يسوع. أمين يا حبيبي. أمين. 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 أؤمن أؤمن أؤمن. أمين يا رب. أمين. ده إيمان على الهوى. مخلصي هو يسوع. أمين. أنت مخلص يا يسوع، مجدا ليك يا رب، مجدا ليك يا رب. ناس كثيرة بتحتفل بكل الشكر لملك الملوك، ليزا باسم يسوع الغادر بناء لم تت فانتظر أولاد ملوك الرب. ده واحد بيشتمنا، واحد بيشتمنا، اخرسه. طب اللي دخلك عندنا؟ انت جاي تعرفنا ليه؟ ما احنا سيبنا لك كل حاجة، مضغوط بعيد عننا يا اخي. عم يعصب الناس يا عيني، عم يعصب الناس، بيشتموا والناس بنرد عليه بيقولوا امشي، انت ايه اللي جابك جنبنا؟ المهم ده الحرب بس الناس بيحبوك وبيرحبوا بيك وبيصلوا من اجلك. الرب يحميهم جميعا، بيقول لك احنا جنبيك، وبيقول لك احنا ما تعولش الهم، ربنا اختارك وهو بيحبك، ما تقولش الهم. ها، فانت ما تقولش الهم، ما تقولش الهم. هقول للخادمه تعرفك بالاسيس. اسيس برضه متنصر تبعنا، عابر برضه، ها، وعنده كنيسه وهيعمدك، وبرضه يديك، يحاول يديك دراسه كتابيه عشان تحافظ على ايمانك. تمام، خلاص باسم الرب يسوع. تمام. لازم تلمذة عشان تعرف انا عارفك انت مثقف ومتعلم ودكتور صيدلي، بس لازم برضو الايه، البناء الروحي لازم. اكيد 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 دكتور، اكيد. لازم الفرح ده يتحول الى فعلا ايه، بناء جوه روحك كده يغير حياتك. التصق بالكلمه وتعلم ازاي تقرا الكلمه وازاي تحب الكتاب المقدس وتعيش معاه عشان تبقى زي يسوع. فيسألونك عن سبب الرجاء الذي فيك، لما انت تقرا الكتاب كتير خلاص تلتصق صورتك بيه وريحته تبقى فيك، فيشموا ريحتك، يشموا ريحته فيك انت، يقول لا لا ده مش خليل، ده حد تاني، ده حد احلى من خليل. ربنا يبارك فيك فيهم يا رب، يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح.
انت في علاقة بينك وبين ابوك؟ ايه؟ في علاقة بينك وبين والدك؟ بتكلمه؟ نشكر الرب ما في. لا ما في. سمع انك انت، سمع ان انت مسيحي؟ بيسمع هذا شأنه. انا لقيت هذا الدين المضبوط وعم انت ليه مش خايف ومش حاطط كمامه؟ يعني انا معظم الناس بيطلعوا معايا بيحطوا كمامه، ليه مش خايف؟ ايماني بالرب يسوع هو اللي ريحني وخلاني احكي بدون كمامه وبدون اي شيء، مش خايف من شيء. يعني من القلائل اللي بيطلعوا لا بوشه واضح باسمه الحقيقي، باسمه الحقيقي بصوره وهو في سوريا في 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 عياد في صيدليته، يعني من بيدي معلومات. ما مش خايف من حد. طب افرض قتلوك يا خليل، افرض قتلوك، بروح شهيد. يعني فرحان، فرحان الرب ببابا يسوع يا رب يسوع. طيب تقولي تقولي لابوك وتقول ايه للمسلمين اهلي واهلك واهلنا اللي لسه ما عرفوش النعمه، تقول لهم ايه؟ هن بيئة شعبية وما حيعرفوها، بس إذا بيرتاحوا في حياتهم بيأمنوا بهالشيء في هالطريقة. يعني أنا لا أنا ما فهمتش، يعني هم الوقت أنت بتقول لهم أنتوا مش سعداء في إسلامكم، عايشين في بؤس وبلدكم خربت، تعالوا خربت. أوريكم، تعالى اوريكم المعجزات، تعالى اوريكم اللي انا بعيشه. يعني انت عايز تعرفهم النعمه اللي انت فيها، الفرح اللي انت فيه، وشك مبتسم على طول اهو، فرحان على نعم طول. نعم انا نعم بستغرب انت كنت بتشكي من الالم ومش عارف ايه وايه وبعدين لقيتك فرحان. بس اجتني الرؤيه من قدام المفوضيه، بعدني ما اخذتش ولا ابره مسكن لاجري. يا رب يا سوء، مجد ليك يا رب. انت كنت بتاخد كنت بتاخد مسكنات؟ كنت بتاخد مسكنات يا خليل؟ كنت باخذ مسكنات، وقفت المسكنات دي؟ وقفت المسكنات خالصين. يا مجد، لا دي معجزات اهي قدامكم، قدام عينيكم اللي بيحصل قدام عينيكم شايفينه. يعني هو اللي خلاه بقى يتجرأ ويتجاسر ويتشجع ويطلع باسمه ويطلع بشكله، انه عارف بمن هو، يعلم من هو يسوع. انني عالم بمن امنت، انا اعلم بمن امنت، عارف ان ده الهنا، اله القوات، اله تتكل عليه، ما تخافش وانت معاه. نعم امين يا رب، امين يا رب، اكيد امين يا رب. طيب انا عايزك بقى بعد ما تتصلح امورك بقى تبتدي تكلم الناس عن يسوع، ما تسكتش بقى خلاص، هو اختارك، ما هاسكت، ما تسكتش، هو اختارك، فانت لازم برضو زي ما انقذك من الاسلام انقذ اهلك واخواتك. نعم اكيد وانقذ ابوك. ابوك اتجوز كم واحده؟ سبعة لا ولا لا ثمانية؟ لا دكتور، ابويا عايش في الرباع والخماس وما ملكت ايمانكم، هاي اللي في حبه. لكن صلي له. ما يعني انت ما انت ما بصلي انت له ما كنتش بصلي له ما كنتش احسن منه برضه، ما انت كنت يعني بصلي له صلي له ربنا بصلي يجيبه. بصلي له. ونصلي لاخواتنا واهلنا، ونصلي لكل اخواتنا المسلمين. يعني انا 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 فخور بيك وبتشكر لك انك طلعت أنا اللي فخور وقلت فيك يا قصتك. دكتور. انت بتشتغل دلوقتي ولا سبت الشغل في الصيدليه؟ لا والله سبت الشغل لانه ما عم بقدر اوقف، لانه بتعرف انت الصيدليه بدها يعني بدك تقوم على الكبير والصغير، بدك تقعد تشرح للمريض عرفت كيف يتناول الدواء، كيف كم وقت بياخذه وكذا، فتعبت كثير على الكازات. لانه ما تعرفش تشتغل وانت قاعد؟ صعب؟ ما بيزبطش يا دكتور، انت وقاعد ما بيزبط. ما الصيدلي بدك بيزبط. تشرح بيزبط. الوضع تبعه انا المريض. فاهمك، انا فاهمك، انا فاهم. ربنا يدبر الاحوال، ما تخافش، ما تقولش الهم.
ربنا يدبر كل حاجه باسم يسوع هو اللي بيدفع. باسم الرب يسوع احنا 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 فرحانين بيك وانا اللي فرحان وانا بعتذر لك عن امس كنت بتحاول تدخل معايا وانا اقول لك انت بتعمل معايا حركات المسلمين اقول لك لا لك لا لما اقول لك انت بتلعب معايا انت بكيتني امبارح لما تقول لي تلعب حركات المسلمين قلت لك لا قام شو صار معي شيء وبدي اكمل هالطريق مجد لك يا رب ومش خايف من اي حدا مجد لك يا رب مجد لك يا رب انا فرحان بك فعلا وشكرا لك شكرا للخادمة وهتكلم معك بعد ما نخلص الحلقة وفعلا انت بركة لينا لان انت ظهرت في وقت احنا بيحاولوا يوقفوا القناة وبيضربونا لكن حسنا بنصرة قوية الان جاتني الاخبار انهم فشلوا فانا فعلا يعني مستبشر بصورتك الحلوة دي وابتسامتك الجميلة اللي بتدينا يقين ما هو ربنا شوف انت لسه ما تعرفش حاجه في المسيحيه غير انك شفته يكبر بخاطرك ربنا يباركك لكن المسيحيه كده المسيحيه كده المسيحيه خلاص تغيير فجائي انت قابلت الرب خلاص انت معاه انت معاه ما تعلم جاهل فقير غني ما خلاص احنا اشكرك يا دكتور خليل و أشكر الخادمة وانتظرونا بعد قليل في نهاية هذه الحلقة أشكركم وأرفع إلى إلهنا العظيم آيات التقديس والتبجيل والتعظيم إله قوي إله ما بينعس ولا ينام إلهنا قوي إله القوات إله القوات بيسمع لينا وبيجيبنا بسرعة أشكرك يا رب أشكرك أنا في فرح عظيم اليوم أنا فرحان 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 أنا اللي فرحان فيك شكرا دكتور خليل شكرا للخادمة شكرا لكم أعزائي المشاهدين انتظرونا في حلقات جديدة سلام رب المجد يكون معكم آمين آمين آمين